السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع مسيله لنقف على الاشغال تاع مركز الامومه والطفوله، هذا اللي يقع ببلديه بوسعاده بولايه مسيله اذن، واللي الاشغال تشرف على النهايه نتاعها. اذن هنيئا لهذه الولايه بهذا المستشفى الذي يعتبر مهم جدا بالنسبه لحمايه تاع الامومه والطفوله في هذا الوطن العزيز. أترككم تتبعون، والسلام عليكم.